فندي، ألم المبحث المخصوص بتاع جنابك حضور بعد ما قام بالواجب وزيادة شوية. وليه غلباوي؟ أحمد أفندي شحاتي أخو المعلم عوض شحاتي بيذاكر ليلاتي في شقة واحد صاحبه في عدان. وبعدين؟ وبعدين أجرنا شقة في نفس البيت في الدور الثاني لزوم الست روحية عشان تصطاد سحمت في الطاعة والنزلة والطين عشته وعشت أخوه القليط اللي حاطط لي مناخيره في السماء. وشرف أمك عوض لو جاني النهاردة وطلب مني الجواز ببقه مش هرضى بيه. لازم أذله الأول، لازم يجيني زاحف على إيديه ورجليه. ده شيء واجب عليه. وبعد كده أفكر يمكن أتجوز. يتشكك دريوتون في صحة الرواية اليونانية، ولكن ريفيو يجعل من مجموعة بوكخوريس بداية عهد جديد في تاريخ القانون المصري القديم. والذي يجب أن يلاحظ هو أن ريفيو قد اعتبر جميع العهود السابقة على بوكخوريس عهودا رجعية. فاهم؟ فاهم طبعا. مش فاهم ازاي؟ اقراها تاني والنبي احمد. مخك زنخ يا استاذ، انا هفهمها لك بالبلدي. اسمع يا احمد، انت مش هاضم الكلام ده كويس قوي. طبعا يا قفل. خلاص فهمه لي بكره لحسن انا الصواميل زرجنت. كفايه بقى ارحمني. انت ايه مكنه؟ مين يا استاذ؟ ده انا هروح وهكمل في البيت كمان. انت اصلك بلطجي. هشوفك بكره في الكليه. بكره لحد يا اخي رايح سينما من 10. والله ما انت فالح، يبقى خلي السينما تدفعك. في حاجة يا فندم؟ نفسي، صدري طبع عليا، لو سمحت توصلني باب الشقة. حاضر. اجيب لك دكتور؟ لا ميرسي، لو سمحت تجيب لي معلقه الدواء من اللي هناك ده. حاضر. اجيب لك الدكتور احسن؟ لا ميرسي، دلوقتي هخف. اتفضل اقعد. متشكر. هو حضرتك ساكن هنا؟ لا انا باجي اذاكر عند واحد صاحبي فوق ساكن فوق. ازاي صح؟ ازاي حالك دلوقتي؟ يا خبر. ايه؟ أنا نسيت أقدم لك حاجة. مفيش داعي. لا لا لا، لازم أقوم أعمل لك فنجان قهوة. لا معلش. مش ممكن.